تي في مرحبا، كنشكركم اللي جيتي عندنا وضربتي علينا الطريق وضربتي علينا تمرة. وكما كتشوف البلاد راه مضر بزاف، يعني الدواور اللي كانت تخلاو هنا، دوار تيرست تخفخت، يعني غيره ايتما لا تاكل تمت بوسنوس ام كدو الما جيت منه. قالوا لي كاين بعض الشقق وتزكيت هي لان داخله معنا في سيكتور، وهنا هذا الدوار عندي ماتت فيه تسعود ديال العائلات وواحد في هذا الدوار هذا، وولد الفقيه ديال الجامع هي 11 في هذه المنطقه، وهذاك الدوار اللي لهيه ماتوا فيه ثلاثه، وهاد الدوار اللي هنا ماتوا فيه جوج، واحد المراه واحد بنت خالي عيالات ديال خالي نيتو همايا، ودوار تيرست ماتوا فيها اربعه الارواح كلهم صغار كلهم في عمر الزهور. وهذا الشيء اللي كتشوف انت راه عينيك كتوري كلشي، عينيك كتوري كلشي، غير الناس الله يجازيهم خير، واش الشعب والجمعيات وجماعة المجتمع المدني راه دار اللي عليه، وصل المواد الغذائيه بكثره الحمد لله، وكنشكرهم من هذا المنبر عندك، وكنقول للشعب المغربي شكرا من طنجره القويره وصاحب الجلاله. السلام عليكم، الاسم ديالي اي تعدي محمد. انا سيدي ملي كنت تزوجت من هنايا اتصلت بيا الزوجه ديالي مع ديك 11 و4 دقائق، قالت لي انا راه غادي نجمع حوايج وغادي نجي ان شاء الله. 11 و10 دقائق ضرب داك الزنزاح حسينا به في كازا، كنتصل بهم حتى واحد ما كيجيو، بقات واحد المده شحال وانا كنعيط اتصلنا بالكونيكسيون هو اللي شدنينا. اتصلت اخت المدام قالت لي راه الزوجه ديالك راه توفات الله يرحمها. هنا كانت الزوجه ديالي توفات، وتوفات خالتي ولد خالتي ومرت ولد خالتي، ولتحت هنايا في الدوار هنايا توفى عمي وعمتي، وواحد من الدوار اخر توفى خالي. ايوا هادشي ما كان اخوها. ملي جينا نشوفو كوا لقينا هاد الفاجعه هادي. لا اله الا الله محمد رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون. انا تزوجت هادي تقريبا 8 سنوات في 2015 ان شاء الله. فاش خطبت وتزوجت جيت لهنا تزوجت. ايوا كتر الله باش توفات في 2015. والزوجه ديالك جات دوز العطله هنا؟ جات غير باش تشوف والديها، قالت لك راه توحشتهم بغيت نشوفهم، جات لحد اللي قبل من سميت الفاجعه. ونهار الفاجعه عيطات لي قالت لي انا كنجمع حوايجي، راه عيط لخويا عطيته الباليزه راه غادي هبط هكا باش نشد المركوب نجي في الصباح. وقدر الله ما شاء فعل. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله ديره. السلام عليكم. السلام عليكم. عبد الله أغزف. توفى لي الوليد والوالده في الدار هنايا في دوار بوسنوس. دوار بوسنوس عندي انا كنت خدام عليهم في كازا، ملي قالوا لي كاين داك الزنزار وانا جاي بالليل وجيت للبلاد لقيتهم مدفونين، طاح عليهم المطار، ملي جبتهم لقيتهم ميتين. الوالد جبتو غير بالفيسان والبلاط وداكشي، والوالده دارت معها 3 ايام ما تقريت ليها والو، وطلعت واحد السيد الله يجازيه بخير جاب واحد التراكس هو باش خرجت الوالده. والسلام عليكم ورحمه الله. عندك شي خوت اخرين؟ عندي جوج اخرين. والدار شكون اللي كان فيها؟ كان فيها غير هما اللي كاينين تماك. والاخوه الاخرين كان عندك مزوجين ولا ما كاين معاهم حتى شي واحد؟ نعم. شكون تعيش معاهم في الدار؟ هما بجوج صافي. هما جوج. هما جوج اللي ساكنين هنايا، هما اللي خليناهم هنا. السلام عليكم.